اليوم في تونس احنا مفتخرين بثورتنا وقاعدين نأسوا ديمقراطيتنا وحارسين باش نسترجعوا ثروتنا. لجنة التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة نظم معرض لبيع وعرض المنقولات المصادرة اللي رجعت للدولة. سيارات فخمة، تحف فنية ثمينة، مجوهرات وزرابي، وبفضل الأموال اللي باش نجمعوها باش نساهموا في تنمية بلادنا. معرض الممتلكات المصادرة بفضاء كليوباترا جمرت ابتداء من يوم السبت 22 ديسمبر. حجز التذاكر يكون على موقع الويب www.confiscation.tn، ولمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال برقم الهاتف 81 100 400. تحفة فنية تضوي ليالي قرية منسية.